السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. اليوم الإخوان غادي نهضروا على تعليمات ملكية المغرب كيعلنها رسميا، وكذلك تحالفات إسرائيلية المغربية تصدم الأعداء. ولكن قبل، دائما إخواني أخواتي، دائما كطلب روتيني كنطلب منكم أنكم تلايكي وتبارتاجوا قدر المستطاع باش تعم الفائدة، وكذلك باش تكون الاستمرارية. واللي أول مرة شاف هذه القناة وبطبيعة الحال عجبوا المحتوى ديالنا، ما يبخلش علينا بالاشتراك ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد. وكذلك المتتبعين الأوفياء اللي دائما كيدعموني سواء باللايك ديالهم سواء بالتشجيع سواء بالبارتاج، الله يجازيهم بالخير. أما الضيوف الجداد فمرحبا وألف مرحبا، على بركة الله غادي ندخلوا الموضوع. تحالفات مغربية إسرائيلية تصدم الأعداء. إخواني أخواتي، تحالف مغربي إسرائيلي يستثمر في 455 هكتارا لإنتاج 10,000 طن من فاكهة الأفوكا. أعلنت شركة مهادرين الإسرائيلية التي تعد أكبر منتج ومصدر للحمضيات في إسرائيل، الاستثمار في زراعة فاكهة الأفوكا بالمغرب بأكثر من 80 مليون درهم، يعني ما يقارب 8.9 مليون دولار، بشركة من شركات مغربية رائدة في المجال الفلاحي على ما يقرب 455 هكتار، وذلك لإنتاج 10,000 طن من الأفوكا سنويا من خلال هذا التحالف المغربي الإسرائيلي. وقال شاوم شيلح الرئيس التنفيذي لشركة مهادرين بأن زراعة الأفوكا في المغرب جزء من خطة أكبر لنكون يعني قادرين على تزويد عملائنا الأوروبيين بسهولة كبيرة بحكم القرب الجغرافي والتكاليف الأكثر تنافسية. وكيتوقع شليح استلام الأرض من الحكومة المغربية قريبا من أجل الشروع في العمل، وهناك خطط لبدء الزراعة في مارس من العام 2022 ليكون المنتج متاحا في غضون عامين أو 3 أعوام، ويمكن توقع حصاد كامل في غضون 5 سنوات تقريبا. كيتطلع المهادرين إلى توسيع الإنتاج إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتكون قادرة على إنتاج الفاكهة على مدار العام بتكاليف أقل بتعاون مشترك مع شركة مغربية. بحيث ذكرت تقارير إعلامية بأن زراعة الأفوكا في المغرب نمت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 12,000 طن سنوياً. دابا إخواني أخواتي غادي ننتقلوا للموضوع الثاني، وهو قرار ملكي يفرح المغاربة. الملك محمد السادس نصره الله يعفو على 371 سجينة في ذكرى 20 غشت. أصدر الملك محمد السادس نصره الله عفوا ملكيا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية، تفضل جلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم معتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 371 شخصا، وهما كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودين في حالة اعتقال، وعددهم 263 سجينا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن فائدة 12 نازلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن فائدة 247 نازلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 4 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صالح، وعددهم 108 أشخاص موزعين كالتالي: العفو الملكي من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 38 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 9 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 60 شخص، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة شخص واحد، والمجموع هو 371. إخواني أخواتي، هذا هو ملك الشعب المغربي الذي يحب شعبه ويعفو عن شعبه كذلك.
وتحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحية كبيرة للدبلوماسية المغربية، ومبروك على الناس اللي استفدوا من هذا العفو الملكي. اخواني اخواتي، وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، كنتمنى اللي عجبو يبارطاجيه، واللي اول مره شاف هذه القناه وبطبيعه الحال عجبو المحتوى ديالنا ما يبخلش علينا بالاشتراك ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد، وكذلك المتتبعين الاوفياء اللي دائما كيدعمونا سواء باللايكات سواء بالتشجيع سواء بالبارطاج، الله يجازيهم بالخير. اما الضيوف الجداد فمرحبا والف مرحبا. اخواني اخواتي، ما تنساونيش في التعاليق ديالكم، والتعاليق ديالنا دائما الله الوطن الملك، وكذلك ما تنساوش التعاليق الصحراء المغربيه وتبقى مغربية.